العملية صبحت بكل بالنجاح، حيث تم العثور على شخص يبلغ من العمر 60 سنة الذي كان محل بحث وكان ضمن تعداد المفقودين، وهو سائق سيارة سياحية من نوع هيونداي أتوس. وجد متوفي للأسف الشديد على بعد حوالي 50 مترا من جسر مكناسة المحاذي لطريق سيار الشرق غرب. لازالت جهودنا متواصلة اليوم الثاني على التوالي من أجل البحث عن الضحايا المفقودين جراء فيضانات واد مكناسة الذي تسبب ليلة الأمس في وفاة 6 أشخاص تم تحويلهم إلى المؤسسة الإشفائية.